السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد يا جماعة وقناتكم حلمي الشو. يا ناس يا عسل، حلمي الشو وصل. النهاردة جايب لكم اكتر ماسك مرعب في العالم، يعني ماسك ملوش حل، تلبسه يعني ما اقولكش اللي يحصل بيك. تنسوش زر لايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم ومعاكم حلمي، دي قناتكم حلمي شو، ويلا نبدأ الفيديو المرعب و ليتس جو. ورجعنا مرة تانية يا جماعة والماسك المرعب، كلكم طبعا مشتاقين تشوفوا الماسك المرعب. طبعا الماسك ده يا جماعة عندي بقاله فترة، وطبعا قلت اطلعه النهاردة عشان كلنا يعني نتخض كلنا ان شاء الله. بس ادوني شوية فرصة اظبط الدنيا واجيلكم على طول، ما تروحوش بعيد، خليكم معايا، يلا بينا. ايه رأيكم يا جماعة في الماسك الجامد ده؟ الماسك ده ينفع ياخد جايزة اوبلا اللي هو عمله بشكل مرعب كتير صراحة. طيب شوفوا بقى يا جماعة، الماسك ده فيه بقاله فترة عندي، طبعا لو لبست كوباية سودا وحطيت فيه تلاقي الناس كلها بتجري قدامك بشكل مرعب. طبعا عمل واحد ثوب الرعب الرعب وصل يا جماعة. الماسك ده ملوش حل. عجبكم الفيديو؟ ما تنسوش زر اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. قناتكم حلمي شو، العجب العجاب على القناة. قولي في التعليقات الماسك ده مرعب ولا مش مرعب؟ يستاهل كم من 10؟ هل حد فعلا شاف قبل كده ولا لا؟ يلا مفتوش زر اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم واستنوا فيديوهات جديدة. قناتكم حلمي شو. سلام. Whoa!